Bye.
الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أتقدم بجزيل الشكر لهذه الفئة الأبوية العريضة التي جاءت تشرفنا بحضورها في لحظة احتفالية نعتبرها غالية بالنسبة لنا كمواطنين مغاربة. هذه اللحظة الاحتفالية تعلمون أنها ترتبط بذكرى وليس عيد المسيرة الخضراء، لأنها ذكرى نحتفل بها سنويا في كل سادس من نوفمبر من كل سنة. ذكرى المسيرة الخضراء. اسكتوا قليلا رجاء، أريد أن أقول لكم شيئا مهما فاستمعوا إليه رجاء. قلت ذكرى المسيرة الخضراء التي هي سبب اجتماعنا اليوم. قبل أن نتكلم عنها لا بد من أن نشكر، لأنه من لم يشكر الناس لن يشكر الله. نشكر هؤلاء الآباء على حضورهم أولا، وعلى تقديمهم لنا أبناءهم كي نعلمهم وكي ندرسهم. لماذا نشكرهم على هذا الأمر؟ لماذا نشكرهم؟ لأنهم اختاروا لأبنائهم طريق العلم، طريق الحلم، طريق التقدم وليس طريق التخلف، ومن شاء أن يتقدم فعليه بالعلم. فشكرا ثم شكرا لهذا الحضور الأبوي الذي نتشرف به أيما تشرف. ثم شكرا ثانيا لمؤسسة ألفا على تنظيمها لهذا الحفل، خاصة وأن هذه المؤسسة رغم كونها مؤسسة فتية ولا زالت في بداية طريقها، إلا أنها تؤمن حق الإيمان وتوقن حق اليقين بأن جعل التلميذ يرتبط بمحيطه الوطني مسألة تجعل التلميذ يكبر وفي ذهنه أخلاق الوطن، وفي كذلك أيضا ممارساته أخلاقية تجعله مواطنا صالحا إن شاء الله تعالى. الشكر الثالث للأستاذة خديجة التي نعتبرها أمنا صغيرة في سنها، لكنها كبيرة في عطائها، كبيرة في أخلاقها، كبيرة في إنتاجها الثقافي. نحن نتشرف هي متشرفين بتواجدها معنا في هذه المؤسسة. ثم بعد ذلك رجاء ذكرى المسيرة الخضراء. نعم، ذكرى المسيرة الخضراء عندما نحتفل بها كتلاميذ لا نحتفل بها احتفالا مجانيا ولا احتفالا اعتباطيا ولا احتفالا هكذا من اجل الاحتفال. اننا كاطفال او كتلاميذ او انتم كتلاميذ وكاطفال تحتفلون، اسمعوني جيدا رجاء، اسمعونني كتلاميذ أنتم اليوم تحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء. ينبغي أن نطرح سؤالاً، ما هي المسيرة الخضراء؟ لماذا نحتفل بالمسيرة الخضراء؟ سؤالان اثنان سوف أحاول أن أجيب عنهما باختصار. المسيرة الخضراء، اسمعوا، نعم أنا أطرح سؤالاً فقط لإثارة أذهانكم. المسيرة الخضراء هي حدث تاريخي قام به الحسن الثاني رحمه الله في سنة 1975 من أجل تحرير المسيرة الخضراء، وبالضبط إقليم الساقية الحمراء. إقليم الساقية الحمراء كان مستعمرا من طرف المستعمر الإسباني، وفكر الحسن الثاني في تحريره ليس بالسلاح وإنما بالكفاح. وأي كفاح؟ إنه الكفاح ليس المسلح ولكن الكفاح السلمي، أي أنه لم يحمل لا مسدسا، وكذلك أيضا لم تكن مسيرته مسيرة حرب إنما كانت مسيرة سلم وسلام، لذلك سميت بالمسيرة الخضراء. ولذلك أنتم أيضا اليوم تبطلون اللون الأخضر، لأن اللون الأخضر هو ضد، نعم اللون الأخضر جيد. مسيرة خضراء، ما معنى مسيرة خضراء؟ أي أنها ليست مسيرة حمراء بالدماء، إنما مسيرة خضراء بالسلم والسلام، بالمحبة والوئام، بالصدق والإخلاص، وليس بشيء اسمه العنف والتطرف. إذن هذه هي المسيرة الخضراء، وهذا هو سبب تسميتها بالمسيرة الخضراء. كتلاميذ عندما نحتفل بالمسيرة الخضراء، ماذا نريد أن نستفيد من هذا الاحتفال؟ نريد أن نستفيد منها ما أو ينبغي عليكم أنتم كتلاميذ أن تستفيدوا من المسيرة الخضراء ما؟ اسمعوني جيدا، وهذه النقطة الأساسية.
المسيرة الخضراء كتلاميذ تحتفلون بها تتعلمون منها مين؟ أولا أن تكونوا تلاميذ سلميين وليس تلاميذ غير سلميين. وعندما نتحدث عن سلمية التلميذ نتحدث عن سلمية التلميذ في القسم، فلا يكون في القسم تلميذا مشاغبا ولا تلميذا غير مهذب، يكون تلميذا سلميا في أخلاقه في القسم. عندما ينزل في الدرج يستحضر المسيرة الخضراء فينزل كذلك أيضا بسلم وسلام، وعندما يصعد يصعد كذلك بسلم وسلام. في علاقته بأستاذته يقيم علاقة سلم وسلام، في علاقته بأبويه يقيم علاقة سلم وسلام. دائما لا يكون في حياته شعار الحرب موجودا. فهمتم هذه الأشياء؟ جيدا. إذا دائما في أقسامكم تذكروا أن أجدادنا قاموا بمسيرة الخضراء وكانوا عدة آلاف، أزيد من 3000 مواطن ومواطنة سافروا إلى الصحراء ركبانا وكذلك أيضا رجالا، ومع ذلك لم يتصارعوا، لم يتنازعوا، لم يتحاربوا، لم تزل هناك قطرة دم واحدة، وتم تحرير الصحراء بعيدة جدا. نحن ينبغي أن نكون كأجدادنا أيضا، لا نتصارع، لا نتنازع، نخط في حياتنا مسيرة عنوانها السلم والسلام والأمن والأمان. فهمتم هذه الأشياء؟ لن أرجوكم يا أبنائي الأعزاء وأنتم مثل أبنائي وبناتي أن ترفعوا في حياتكم شعار المسيرة الخضراء وهو شعار السلم والسلام. ووفقكم الله وأعانكم، وشكرا لاستماعكم، وشكرا لآبائكم، وشكرا لمؤسستكم، والسلام عليكم.